الرقابة الإدارية التي ألقت القبض على شخصين انتحلوا صفة مسؤولين بجهات سيادية. ضبط شخصين لانتحالهما صفة مسؤولين بجهات سيادية بالدولة والنصب على المواطنين طبعا بهذه الصفة، مدعين قدرتهم على تخصيص أراضي ليهم بالمخالفة للقانون. دي طريقة نصب كده جديدة يعني. أصفرت تحريات الهيئة عن انتحال خ ميم بدون عمل عاطل صفة مسؤول كبير بأحد الجهات السيادية واصطناعه بالاشتراك مع جيم ح مستندات منسوب صدورها للعديد من الجهات مزورة يعني، ومنها وزارة الاستثمار ووزارة الزراعة وهيئة الرقابة الإدارية. كل دي مستندات كانت مزورة، واصطناع أختام كمان مزورة بأسماء أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وادعاء قدرتهم على تخصيص أراضي للعديد من المواطنين بمشروع 70,000 فدان في مدينة السادات مقابل الحصول على مبالغ مالية نظير ذلك. تم طبعا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما توصلت إليه تحريات الهيئة، وأمرت النيابة بضبط وتفتيش المتهمين، مما أسفر عن ضبط العديد من المستندات المصطنعة والمزورة بأختام منسوبة لتلك الجهات وتورط آخرين في الجريمة جاري ضبطهم. هذا وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بالسادة المواطنين اتباع القنوات الشرعية للاستثمار والمعلنة من قبل الدولة وسرعة الإبلاغ عن مثل هذه الأفعال حفاظا على استثماراتهم ومصالح الدولة، حيث أننا جميعا شركاء في حماية مصالح هذا الوطن. نروح بقى لوزارة